خلينا نقرا شوي في الجوال. لا حول ولا قوة الا بالله. اسكتي يا ليلى. اشتقتكم ما بلعب استانس انتم شغلتوني. يا ليلى روح العبي عند لولو لا تزعجيني. عماد صادق روح العبي عند لولو. والله فكرة. يلا يلا ما مشوني. يا سلام. بس انتبهي لا تطيحين ولا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب مين؟ انا ليلى لولو بلعب معك استنى خلص كل الدراسة. طيب يلا تعالي. يلا بس انتبهي ليلى لا تطيحين. ما عليك. معانا ايه العب معاكم والله وناسه وانا لولو والله امك في المدد. يولو لا ترميني. يولو انا امك. لا 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 ترميني. اه يدي تتعبني. جايك لا تضربها. يا يدي احسن ان شاء الله ما تجي بس نسني مره. الحين راح اعالجك. يا بلال على يدي. ليش شو يسوي كذا؟ احسن يلا بعالجك. يدي انا وجعني. طيب الحين انا بعالجك. لولو تعرف تنعج يا ليلى. يا انا عارفه تقول لولو دكتوره يدي. احسن عشان اكسر راسها. ان شاء الله ما تشوفين شر يا ليلى. شكرا لعيب روح البيت. احسن عيب عليك يا يويو. الله يسامحك يا يويو. خلاص يا ليلى ان شاء الله ما راح يكررها مره ثانيه. ان شاء الله مع السلامه يا لولو. مع السلامه يا ليلى. يا ساتر وش فيها يدك انت؟ يدي يا ولد. عماد مكسوره يدها. أبو سلامات يا ليلى ما تشوفين شر. خلاص ليش؟ كذا مزاجي. يويو انس هلا والله يا ضحيه كيف حالكم؟ تعال سلم يا ولد شيك نفسي. كفو. ها ليه جاي هنا؟ تبون نلعب شيء؟ باخذ ايباد ليلى. ابشر على خشمي ترى فيه ليلى اعطيها الايباد. لا ليش لا يا ليلى هذا الضيف ترى. افهم يا عماد هذا ايبادي مو حق اولاد. وش حقها جد؟ بنات حق بناتك ما تفهم. والله اخذه وانحش فيه. اجل يلا ايش رايكم نلعب بالحوش؟ يلا انا بلعب معاكم. اجل يلا مشينا. يلا مشينا نلعب مع موكي. تعال وريك البيبي الصغير. يلا تعال تيجي تعال. يولو ليه تروح؟ خليه يمكن يجي شوي. خلاص الايباد. شوفوا ايش رايكم نسوي سباق بينك وبين ليلى واللي يفوز يلعب بالايباد. يلا اصبر. شوفوا هنا انس وانت يا ليلى هنا. ليلى اصبر ترى هو اصغر منك. احاول يلا اصبر لا حد يجي. ها يخلوكم لا حد يتحرك. اصبر يا ليلى. يلا 1 2 3. نجلس في الصدق. يلا خلنا نعرف الإيباد شكلهم راح. خلاص اسمع يا ليلى أنا فاز المفروض يلعب بالإيباد. خلاص يا ليلى. يا الله وين الإيباد يا عماد؟ الإيباد ما في إلا
لا 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 تظلمين الرجال ردته وجاي يا ليلى تظلمينه. شوف يويو جالس حنا رايحين للعمار. يمكن طلع شيء ولا شيء لا تظلمينه دوره دوره هنا. لا يمكن هنا ولا هناك بسرعة خلونا دوره. يلا خلونا ندوره طيب وين ندوره؟ خلونا ندوره في الحوش أكيد في الحوش يلا مشينا. فينك يا ليلى لا تظلمين الرجال يمكن بلغط أخذها حتى لو أخذها عادي يا ليلى. ترى كل شيء والله لا أخذت ليلى ليش؟ ليش تاخذه؟ ما يصح انك تاخذ ايباد ليلى وما بعدين ليلى تعرف انها عصبيه وزي كذا. خلاص 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 تهدي اعصابك خلاص. بس انا اللي العب. خلاص انا اتفاهم انا اتفاهم يا ليلى خلاص. انا بعاقب يويو ما يلعب معاه. انا ما في فضيحكم ابو حبيتش. خير ان شاء الله يلا روح عيني سجلت معاك. لا لا عين خير يا ولد تروح يا ولد خلني. يلا رايح. يلا يا ناس تعالوا العبون اياه. يلا. تبي تلعبين يا يويو؟ انا بروح البيت. يلا يلا تعالوا تعالوا يو يلا خلنا نلعب بالبطة. ما شاء الله بطة تلعب حلو يلا. ليلى بنلعب معاك. هلا هلا أنس يويو يلا يلا تعالوا تعالوا بالبطة. يلا ممكن جاي بابيك يا حبيبي ايش تقول؟ جايبة طفل موكي ولمعت بطة. متى جبتي موكي؟ موكي جابت بيبي، بيبي امس جابتها. وين بيبي؟ هذا ايش جابه يا عبو انتو؟ انتو جبتوه؟ احنا ما جبنا. ها انا جيت هنا عند البيبي. تعالوا بوريكم البيبي الحين يلا تعالوا. ودي تاتنا ايه شكله معصبة. خلينا نلعب مع البطة خلينا نلعب مع البطة يلا يلا تعالوا نلعب مع البطة يلا. ايش رايك ناكلها؟ والله حلوة. تبي تاكلوها بطتي؟ لا الا الا ايش تبي تجين تاكلون بطتي يلا اضربوا. خلي هذه هنا وقومي يلا روحي روح العب بس روحي كأنك يا ليلى لا تسوي شيء. اسمعي كلام اخوك مالك شغل بالفيني الا اوريك عيون القايده.
ترى هو صادق احترم اخوك. اقول بس روح العب العب هناك، انا احب اقول بس. يلا شو اوريكم بطتي. الحين انا عاد مع بودي والياس. يلا يلا خلنا نجهز. واو احنا معزومين عند ليلى. يلا عبودي مشينا بسرعة. يا ربي شوف المغرب يتأخرون يجون الحين، احنا صايمين وانا اين شكلي بفطر. واو باغد البفطر. لا 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 احنا معزومين مو صديقة. سمع عليكم ليلى جهزت الفطور. بس راح نجهز. يا ميري هذه ما تسمع يا ولد. يا اخوي تراها جالسه تسوي الاكل، اصبر شوي. ماني فاضي يا ولد خليها تجي بس. يا اخوي اصبر، هي تراها تسوي فطور، ما اكيد انها بتاتا. هذا عماد مشكل، هذا عماد يبغى اكل، هذا دب عماد. يا عماد اسكت، انا ابغى اسوي اكل، انا ما في اكل، بعدين انا ما بسوي اكل، انت سوي اكل. يا ولد هذا تنفخ، انا على المشكل. اجلس اجلس ترى احنا في رمضان احنا. يا اخوي ما تفهم. اجلس 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 انت صاحي. يا ولد اجلس اجلس، خلنا نجيب الفطور. طيب يا الحين ميري بالله جيب الفطور. انا بجيب الفطور. اسكت اسكت، انا اوريها شغلات لا تفهم يا ولد. يا ولد أنا لازم أخلي أكل، أنا أبغى ينحش من البيت، هذا ما في مشكلة. وين شنطنا؟ هذا شنطة أنا، هذا بيت، أنا ما في يجلس. يا ماري، يا ولد هذه وين راحت؟ ما في مشكلة هذا البيت. ماري، ما شاء الله عندهم بطة. نبي ناخذها. ايه ابى اكلها. لا يا خبي نلعب فيها. يلا يا جيني العبي مع البطة. يلا يلا تعالي. قاعدين يلعبون معاهم.
الجلودين حلو، وعوشنا البطة عشان تصير نظيفة، واليوم راح أغير الكيس حقها والكرتون عشان تصير حلوة. أوه يا حبودي، أنا بتكلم مع ليلى وين تأخذ البطة. طيب طيب ها ليلى، تعال أنا بقول لك شيء. ها تعالي أنا بسألك، من وين جبت البطة؟ من الشارع. الشارع؟ لا من محل الطيور. عادي. أوه محل الطيور، بكم سيارة فيها؟ 15. طيب هي وش تسوي الحين؟ واو حلو البطة. ها وش تبغى البطة أنتم؟ لا يلا احنا بس نبي نلعب معاها. ايه انتوا العب معاها وانا بروح اطبخ العشاء، وانتوا لاعبين معاها ومستنسين. شوفوا اركضوا وشركض معاكم، بس لا تودونا هناك، هذا ممنوع. يلا باي. يلا بصلنا. تينا سمبوسك مي بخير، وش حنت حاطة؟ يا ساتر يا عماد، ترى جوجو بالمستشفى تعبان. ليه ولد السالفة؟ ما أدري ولد في المستشفى. أسألتر لكم متسمم. تبين نزورها يا عماد؟ لا يا ولد لا. ليه ما تبي تزورونها؟ أنا بزور معاكم عادي. لا يا ليلى، ما راح تزورينها معنا. طب ليش؟ ما يدخلون أطفال يا ليلى. عماد صادق يا ليلى. طب ليه مدخلين جوجو؟ جوجو مريضة. إيه يا بنت الحلال، بعدين هي يمكن فيها تسمم. الله يستر، شكلها تسمم. ايش شكلها؟ ما سبوته متسمم. انت وش تقولين يا ليلى؟ ها لا ما تقول شيء، اسولف بنفسي اقول ايش في جوجو، تعبانه ولا لا، يمكن تكذب. لا منوم بالمستشفى الله يشفيها لها، ماني رايحه يعني. ليه يا اخوي ما ترايح؟ والله تعبانه اكيد. لا بروح لانا. لانا هذه اسرارها، وش جوجو تعرف كل شيء. علي اروح البقاله بشتري كل شيء وارجع البيت. اوكي يا ليلى لا تروحين ولا اشوفك طالع. طيب انا غبيه، ليه علمه على نفسي؟ علي خلاص ابغى جسك فبس شيء، انا بشيل من البقاله وارجع بسرعه. شكلي بقفل الباب واخذ المفتاح يا ليلى. لا خلاص انا والله بنام لحسانه. روح اقرا قران يعلينا المغرب. طيب يا ماما راحوا الحين. بروح لانا واقول لها الاسرار وش بيه. بس لانا تقول لا تجين حارتنا، بس بقولها هذه وش فيها جوجو. اوكي يا ساتر، جوجو في المستشفى، شكلها من سمبوسة ليلى. انا وريها اكيد من سمبوسة ليلى، شكلها حاطة فيها شيء، شكلها ممكن حاطة فيها شيء تسوي ولا شيء. لا إن شاء الله لا. أنا أشوف الليلة تيجي الحارة، أشوف إنها مو طبيعية. حرام يا جوجو ضحكت عليها، لازم أروح الليلة أشوف أحقق معها. بقول الحين لانا جوجو في المستشفى. مين ذا؟ مين؟ أنا ليلى. جاب الله. تعالي وش سلام وش ما سلام. تعالي وش حاطة في السمبوسة اللي عطتيني إياها؟ حاطة جبنة؟ لا غير الجبن ولا حاطة. وش حاطة فيها؟ ما حطيت فيها شيء. لا تكذبين. والله تدرين جوجو في المستشفى وش فيها يا لان انت تعرفين هذه صدقتك. جوجو من عقب سمبوسك ما بخير، وش حنت حاطة؟ ما حطيت والله شيء. قولي لا تكذبين. قولي والله لا انا حطيت شيء، انت مراتبتي ما ادري وش. ما انا ما حطيت ولا شيء كذا، ما حطيت بس جبن. صح لا يكون بيجينا تسمم بعد. لا الحمد لله ما فيك شيء. يلا تعالي نزور جوجو. جوجو الاطفال ما يزورونها، انت طفله. طيب شوفي زرتيها اطمنيني. طيب ان شاء الله. عاد لا تجين بيتنا، والحاره هذه لا تزورينها ولا تجينها زي ما قلت لك، ولا تجين معك.
طيب وين فلوسي؟ الحين حنا في سادس رمضان. بالعيد بالعيد إن شاء الله. تبى بالغلط أنا طلع برا طلع برا. طلع برا. أنا كيف أصير بعد فوانيس؟ عماد. هلا يا ليلى وشو؟ كيف أبيع فوانيس رمضان؟ والله يا ليلى ما أدري لا تشغليني. أنا عندي فوانيس رمضان بروح أبيعهن على جودو كادي ولان وعبودي. ليلى وين رايحة؟ أرتب الفوانيس في الحوش حقاتك. طيب. أنا ليلى. إيش رايك تشتري مني؟ إيه طبعاً. نبغي نشتري كثار. ادخلي داخل ليلى. شكراً. يلا. إيش رايك تشتري مني فوانيس رمضان؟ شوفي عندي كثار. شوفي هذا. كم أغراضك هذه يا ليلى؟ الواحد بعشرة. أنا بأخذ منك ثلاث أشياء. يا لولو 30 ريال. طيب. يلا إيش تبغين؟ هذا وهذا. تفضلي فلوس يا ليلى. يلا. رحتي أنت بعت على ناس ولا بس أنا؟ لا بروح عند لانا ولوافة الحين. الله يوفقك بس أنا ما أنصحك أن أنت تروحي لهم. لا يشرون. يلا بابلك بابي وانش. أوكي يلا مع السلامة. السلامة يا ليلى. الحين ببيع عند لانا وش وهاليوم يشترون 5 أشياء عشان نصير فلوس جديدة. الحمد لله وصلت بيتهم. أنتي. أنا جبت لكم أغراض. أغراض؟ تعال ورينا إياها. تعال هنا. يلا شوفي هذه أغراض فوانيس رمضان. طلعي بعد خلينا نشوف. شوفي الأغراض. ما شاء الله يا الأغراض الحلوة. هذا إيش تبي هذا؟ ما تبي حطي تبي من الأغراض. طلع برا. إنه من الأغراض هذه. ما شاء الله. والله خذناها ببلاش يا الله. والله. أمشي فوق. يلا. أخذ أغراضي يا ربي مرة ثانية زبوا فيني. يلا نمشي الحين ولا لا؟ شكله بروح أخذ ليلى وعماد. ليلى يمديها رتبت الاغراض بروح اشوفها. عماد ها؟ وليلى بروح اشوفها. وين تشوفها؟ بالحوش اخوي ترتب الفوانيس. يا اخوي انت صاحي ما هي في البيت ليلى شكلها. من جدك؟ وراها انتي؟ الواو انا اخذ اغراضي. اغراض ثانيه. اغراضك وش هي؟ قرقعان يكون الفوانيس حقاتي. الله يعينك تستاهل انت اللي معطيها. وشلون اخذوها؟ كني ابيعهم وغذوهم. يا ليلى لا تبيعين هذول حقات بعد 4 أيام رمضان. معوض معوض. خلاص يا عماد انا اسوء. خلاص يا ليلى انا بعدين اوديك اشريك. خلاص.